صباح أو مساء الخير يا جميلة الجميلات. اليوم أبغى أتكلم عن التاريخ، ودائماً وأبداً أقول أنه المجد للأبطال، وأنه التاريخ لا يخلد إلا العظماء. التاريخ نقي، التاريخ نظيف يا صديقتي الجميلة، التاريخ نقي، التاريخ لا يخلد إلا العظماء. أما الجبناء فيذهبون في مزبلة التاريخ. فاليوم راح أتكلم عن إنسانة خلدها التاريخ، راح أتكلم عن الخيال، راح أتكلم عن الإبداع، راح أتكلم عن الحس، راح أتكلم عن الرومانسية، راح أتكلم عن القصص البوليسية، أكيد راح أتكلم عن أجاثا كريستي. كيف عاشت؟ من هي أجاثا كريستي؟ متى ماتت ومتى ولدت؟ أجاثا كريستي ما أعتقد فيه أحد فينا ما قرأ ولو شيء من رواياتها، وما أعتقد أنه فيه أحد ما مرت عليه رواياتها. أنا تقريبا يمكن في 2004 قريت يمكن 8 روايات لها. مقولة لما عرفت أنها قالتها أجاثا كريستي، يعني ما تتخيلون قد إيش المقولة هذه أعطتني حافز بالحياة. يعني لما بتكلم عن أكثر مقولات أثرت فيني، هذه المقولة أثرت فيني وتمنيت أني أقولها في يوم من الأيام. أتمنى أنه الكلام هذا يأثر فيكم أنتوا كمان، أتمنى أنه أنتوا تسوون الشيء اللي يخليكم تقولون أنا راح أقول المقولة هذه في يوم من الأيام. قالت أجاثا كريستي في آخر عمرها أو في آخر أيامها، قالت إنه أنا عملت واشتغلت، وإنه أنا يعني بمعنى كلامها اشتغلت سنين كثيرة واشتغلت سنين طويلة وقدمت وأبدعت وأعطيت العالم، واليوم أنا قاعدة أنتقل من بلد إلى بلد، اليوم أنا في إجازة، اليوم أنا ماخذ إجازة مفتوحة. قالت اليوم أنا قاعدة أكتشف العالم، وهذا الكلمة اللي أنا حقيقة من أول ما سمعتها يعني قلت إنه أنا لازم أقولها في يوم من الأيام لنفسي. لكن بذاك الوقت ما كنت أعرف إنه أنا راح أتكلم على اليوتيوب، فشكلي راح أقولها لكم. طيب يا حبيبات قلبي، يا أيها النساء العظيمات، أكيد ما في أي وحدة فيكم قاعدة في المكان هذا وبتسمع الكلام هذا إلا وأنا متأكدة إنها امرأة عظيمة وتسعى إنها تكون امرأة عظيمة. طولت صح؟ يلا نبدأ. أجاثا كريستي ولدت في 15 سبتمبر عام 1890، وتوفت في 12 يناير عام 1976، كاتبة إنجليزية. أجاثا كريستي يا حبيبة قلبي كتبت 66 رواية بوليسية. تعرفون إيش يعني رواية بوليسية؟ يعني تعقيد، يعني قصص كده محبوكة حبك، و14 مجموعة قصيرة. ولما ينقال مجموعة قصيرة عن أجاثا كريستي أو لأجاثا كريستي، اعرفوا إنها مو بقصيرة أبدا. كانت قصص تدور حول المجرمين أو الخياليين. كان عندها بطلين، أو كانت أكثر أسماء تسميهم، اللي هو هيركيول والأني سمربل. كتبت أيضا أطول مسرحية في العالم، وكانت لغز جريمة قتل اسمها مصيدة الفئران. لها 6 روايات رومانسية، وأعتقد أنه البعض لما راح يسمع الأرقام هذه راح يعتقد أنه هي روايات عادية. لا، روايات أجاثا كريستي اللي ما يعرفها يعني كانت طويلة، كانت يمكن يعني الرواية الواحدة مو كتاب، كانت مجلد تقريبا. لها 6 روايات رومانسية. أجاثا كريستي يا صديقتي العزيزة يعني حصلت على ألقاب كثير وحصلت على جوائز عديدة. يقولون إنها كانت تحتل المرتبة الأولى كأكثر كاتبة منفردة، تمام، وذات أعمال مترجمة. تدرون ترجمت أعمالها إلى كم؟ إلى 103 لغات. يعني تخيلوا 103 لغات تقريبا لكل أعمال أجاثا كريستي. كانت رواياتها أو كانت من أجمل رواياتها رواية اسمها ثم لم يبقى أحد، يقال إنه هذه الرواية من أجمل وأعظم روايات أجاثا كريستي. لها مقولات يا صديقتي، يعني الواحد كذا يوقف احترام وإجلال لهذه المقولات. قالت إنه الإنسان الضعيف قد يصبح وحشا مفترسا إذا أتيحت له الفرصة، إذا كان يشعر بالإيش؟ اسمعي، إذا كان يشعر بالحقد على الحياة. المقولة هذه أنا وقفت عندها كثير، تمام. تخيلي لما يكون عندك حقد على الحياة وتكونين يعني في داخلش وحش أو إنسان مفترس، تحسين أنه أنت بركان، أو تحسين أنه أنت نار مشتعلة من الداخل، أو تحسين أنه أنت بس يعني يمر عندك كذا كبريت راح تولعين. في الغالب يكون سبب هذا الشيء هو رجل في حياة امرأة وصلها إلى هذا المرحلة. أنا أجزم أنه ما توصل الحرمة إلى هذه المرحلة إلا بسبب رجل. لكن يا بعد شبدي، النجاح يداوي كل الجروح، النجاح يداوي كل الآلام، النجاح صدقيني والله العظيم ما في شيء تقدرين تنتصرين فيه على الحياة، على العدو، على الألم،
على الحق ما في شيء تقدرين تنتصرين عليه إلا بالنجاح بس، إنه أنتي تكونين إنسانة ناجحة هذا أكبر انتقام، أكبر انتقام تنتقمينه من الحياة كلها، من أي شيء، من كل شيء أسألش بالحياة. لها مقولة كمان قالت إنه العشاق يتقاتلون دائما لأنهم لا يفهمون بعضهم البعض. تمام، العشاق يتقاتلون دائما لأنهم لا يفهمون بعضهم البعض، وما أن ينتهي الوقت الذي يفهمون فيه بعضهم حتى يكون الحب قد انتهى. يا الله، والله صفقة الأجاثا كريست، يعني قد يمر عمر كامل كل واحد يحاول فيه فرض السيطرة، وبعدها يلاقون أنفسهم أنه خلاص الزمن الوقت راح وما عاد بقي فيه إلا أنه هم يمكن يرضون ببعضهم البعض. أجاثا كريستي تقريبا تكلمت عن كل، تكلمت عن الحب، تكلمت عن النجاح، تكلمت عن الضياع، تكلمت عن كل شيء، تكلمت عن الحقد. فيه مقولة قالت فيها: لن أتوقف عن النجاح حتى أنجح. في النهاية، في النهاية لابد من النجاح. يعني شوفي تقول لن أتوقف عن النجاح، يعني أنا قاعدة أمشي، أنا قاعدة أسير، أنا قاعدة أخطو، يعني أنا قاعدة أنجح وما راح أتوقف عن النجاح حتى أنجح. يعني النجاح الاستمرارية يا جميلة الجميلات، يا سيدة كل البنات. لها مقولة أنا صراحة أعتبرها يعني للأشخاص اللي يقضون أيامهم على نتفليكس وعلى المسلسلات التركية. تمام، تقول فيها: السعداء فاشلون، السعداء فاشلون لأنهم على علاقة جيدة مع أنفسهم. يعني بصراحة أنا تفسيري للمقولة هذه هو هذا التفسير، فاللي عنده تفسير آخر يا ريت يقوله. في كمان لها مقولة يا بنات يعني بمعناها، بمعناها أنا مو حافظة المقولة يعني بالنص، تقول يعني أنه أي رجل لا يجي ويعتذر للحرمة يعني اعتذار إنسان ضعيف. يعني لو اعتذرت لامرأة اعتذر لها على أنه أنت قوي. تمام، اسمعوا اسمعوا العبارة هذه، تقول أنه الرجل اللي يجي ويعتذر للمرأة اعتذار ضعيف أنه الحرمة تعامله على هذا الأساس، تعامله على أنه إنسان ضعيف. ولأنه أجاثا كريستي كانت متزوجة من عالم آثار، فلما قالوا لها ليش تزوجتي عالم آثار، قالت أنه عالم الآثار كل ما يزيد عمر الشيء تغلى قيمتها عنده، يعني سياسية. فأنتوا إيش رأيكم بالكلام هذا؟ يعني حقيقة لو بنتكلم عن مقولات أجاثا كريستي ما راح نخلص، يعني إيش راح نقول مقولات لمؤلفة، كم راح نقول مقولات لمؤلفة. المهم أنه ماتت أجاثا كريستي في 12 يناير عام 1976 مثل ما ذكرنا في البداية، في سن 85 سنة، كانت لأسباب طبيعية، وأنا بصراحة ما ألومها، ما ألوم أنه هذه الإنسانة تموت موتة طبيعية، لأنه هذه كانت تفرغ كل شيء فيها، كانت تكتبه في روايات، يعني ما عندها أي ضغوطات عصبية نهائياً. آخر شيء يا جميلات، أنا بصراحة ودي أحط سلسلة أكتبها أو أسميها نساء عظيمات أو نساء غيروا مجرى التاريخ أو يعني من شيء يشبه الاسم هذا، فأعطوني رأيكم، أتمنى أسمع رأيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حلمي وبدأ قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقم وامبارح غير دلوقت، هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت من هنا.